بلاش فضايح، انا مش جاي اذيكي، انا عايز افرق من هنا. هشيل ايدي ومش هتصوتي؟ بس وحياه قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما، لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه، قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. ها هتعمل اللي انا هقول لك عليه ولا زعلك؟ نعم يا روح امك، منك له هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ انتوا رجاله انتوا؟ سليم باشا اطمن، احنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحت احنا كبير قلت لك انا فين؟ سيبنا روح ويضرب دخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصه تخرج كده تخرج كده تعور الحلوه ولا ايه يا صاحب الحكمه؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم، اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. كانش ينعزى كبير، بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعال اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير؟ هاخده بيك ليه؟ وانا محتاج واحد زيك. هو لو مؤاخذة واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالات يعمل فيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده دمك تبقى دعيالك. انا ضامن ما شفتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو؟ هتتعبوا نفسكم وتضربوني. انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان، فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين؟ انت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كداب؟ ده انت تبقى اقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه امشوا. ارمي السلاح وحمار منك روح وامشوا. خلوش حد من الرجاله يهاوب ناحيه الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ انا لو عاوز اخلص عليك هخلص عليك في ثانيه، وانت عارف كده كويس. العوافي يا زينهم. العوافين يا زوزه اللي ما فيش زيك اتنين. ما تيجي يا بنت انا وانت نتفرج على فيلم احاسيس. يا شيخة ليه؟ بقول لك ايه، ما شفتش فارس؟ فارس؟ انت عايز ايه من فارس يا زوزه؟ من امتى في بينك وبينه عمار؟ لا يا اخويا، ما خلاص رجله جات وبقى تبع الكوبانيه. الله 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 الله، يبقى انا كده اديت رسالتي في الحياه. سلاحي سعادتك. سلاح اللي هو بيموت بني ادمين. انا ماليش في السكه دي خالص يا باشا. كويس انك بتختار سكه لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس انك بتختار غلط. ما هو يا اما تبقى مننا يا اما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمك ويحسن ختامك. اللي مزعلني ان سعادتك ما شايفني صح. الظروف خليتك تشوفني حته عيل حرامي، بس والله العظيم انا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم ايه اللي خلاني مد ايدي. عشان تعالج قريبتك مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحة يا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الآخر. أنا محتاج رجالة زيك صفحتهم بيضة يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربية عشان تسرق ساعة ولا موبايل. أنت شكلك وش فقر يالا ولا إيه؟ إحنا شبعنا فقر يا فارس. مقضية بعون الله يا باشا. إن شاء الله سهلة وقتها مش مستاهل. اسكت أنت. أسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق وانت اللي كسبان. هات لي شنطتي يا نعيم. أوامرك يا باشا.
كوريا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك. تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك، تظبط نفسك انت والمسلة القصيرة دي، ترجعوا لي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس وقول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول العز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبص على ايد عمك الحاج، يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس. وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا، وقل نرسى نرسى على مينا. ترى احنا داخلين على ايه يا مسلي؟ بعون الله داخلين على خير وعز وهنا عمرنا ما شفناه في حياتنا. بعون الله يا ابن الحشاشه، ياد ما توزناش على الغلط. هذا احنا داخلين سكه مش عارفين اخرها ايه. يعني انت اخويا عارف اخره الفقر اللي احنا فيه ده ايه؟ عايزين نعيش يا عم زي الناس دي ما عايشه، عايزين ناكل احلى اكل، ننام على احلى فرش، ونصاحب احلى نسوان هشكه في الدنيا. اللي عايزنا نفضل مدفونين في التراب ده. فرصه ما بتجيش غير مره واحده، وما ينفعش نضيعها من ايدينا. انت مين يا ده اللي استمت مسله؟ علي النعمه انت لها الشر عند الفراعنه. يا ده انا عارف ان الزمن اللي احنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا. بس سيبنا قلبها في دماغك. يابا المواضيع دي ما فيهاش قلبها ولا شقلبها، العالم واصله قوي، يا اما نبقى معاهم وزيهم يا اما هتبقى نهايه انا وانت يا جن. امسك. ده نوعها ايه دي؟ ظهرت الزهره ولا الثوره مستمره؟ لا دي الطرف الثالث. لسه الواد الظابط ده ما تهدش يا تهامي. لا لسه. بس ما تقلقش. مفيش حد من القيادات الكبيره مهتم، علشان الواد معهوش دليل بجد يقدمه لهم. هو ده بقى اللي بيفرق علشان يوصل. اتصرف معايا يا اخي. انت منهم؟ ليك سكك. ما ده ملوش سكه. عيل جديد بقى واخضر وعايش في الدور، بس انا حاطه تحت عيني لحد ما لقاله صرف. واحنا برضو من ناحيتنا يا باشا لازم نهدي اللعب الفتره اللي جايه دي. ما ينفعش ما ينفعش، في بضاعه لازم تتسلم واصحابها مستعجلين عليها قوي. وبعدين يا اخي احنا بقى لنا فتره نايمين. تشبعت ولا ايه؟ لا باكل باكل اهو، بس